ننتقل للموضوع الثالث وهو المنسكال انجرز. منسكال انجرز منسكاي ربنا خلقها من فايبرو كارتليجينس ماتيريال، كولاجين تايب 1 على بروتيوجلايكان على شويه حاجات. بيبقى شكلها كريسنت شيبت، الناحيه الميديال او الميديال منسكس بيبقى اوفال، اللاترال منسكس بيبقى مور سيركولر، بتبقى ثيكند بريفرلي، وكل ما تقرب تبقى تيبرد، يعني بتبقى زي ورقه البفر رفيعه من الانر سيرفيس بتاعتها. يتقال عليها سيمي سيركولر او سيمي ليونر، يعني شكل الهلال. في طبعا فرايتي ان ممكن يبقى في حاجه اسمها ديسكويد منسكس اللي هو يبقى شكله سيركولر. موجود انتيرور سابتين انتيرور هورن والانتيرور هورن كونكتد تو اتش اذر بترانسفيرس ليجمنت اسمه انتر منسكال ليجمنت، وسابتين في التيبيا البلاتو واتس كولد كوروناري ليجمنتس. يعني منسكاي دي مش سايق بقى كده جوه الركبه، لا ده سابتين بكوروناري ليجمنتس مثبتينهم في التيبيا البلاتو. موجود بالسيرو ليجمنتس كمان مثبتاهم، اللي هو مثبتين الروت بتاع الميديال منسكس واللاترال منسكس. الاناتومي بتاع المنسكاي احنا بنقسمهم دايما لزونز، انر زون، انترميديت زون، وبريفرال زون. ليه بنقسمهم كده؟ لان البلاد سبلاي بيختلف من زون للتانيه. البريفرال وصل لها منسكو فيلاس او منسكو كابسولر بلاد سبلاي، فعشان كده يسموها ريد زون، بمعنى ان لو حصل تير هنا ممكن تخيطه فيحصل له هيلينج. اما الجزء الانر اللي هو الوايت وايت زون ده، ده جزء افاسكولار كومبليتلي وانيورال، مفهوش سنسيتيف سنسيشن، ففي الوقت ده لو حصل تير فيه حتى لو خيطته هيحصل فيليا. ففي الوقت ده لو انر زون فبنعمل بارشال منسكتومي للحالات دي، انما لو اوتر بنعمل ريبير. طيب كمان بيقسموها لانتير هورن وبادي وبوستيرو هورن، ده عشان الديفينيشنز نتعرف عليها، القطع فين مكانه، انتير ولا لاترال ولا بوستيرو ولا في البادي. الفايبرز اللي مخلوق منها الفايبرو كارتليجنس فايبرز دي اللي مخلوق منها المنسكس زي ما قلنا بتحتوي على كولاجين تايب 1 اللي هو الاقوى بالنسبه للاستراكشرز دي، ولكن لها ارينجمنت عجيب. الارينجمنت بتاع الفايبرز دي في الاوتر زون، الاوتر زون بتبقى او البريفرال زون بيبقى الفايبرز دي واخده لونجيتيودنال ارينجمنت، يعني لفه زي حزام حوالين المنسكس. في الانر زون تاخد دايركشن مختلف وهو ان هي تبقى راديال ماشيه بالعكس. فايده الاوتر زون ان هي تكون سيركولر كده، ايه ان هو يحول المنسكس ده يبقى شبه السيركل، فيبقى شبه الحزمه، يعني محزم المنسكس. والحزام اللي بره الاوتر ده فايدته ايه؟ ان لو حصل ستريسز عليه ما يحصلش رابشر لهذا المنسكس. بالمناسبه اي كارتليجن سيرفيس ارينجد بشكل قريب لده، زي مثلا الديسك، فالانترفيرتيبرال ديسك ارينجد برضو بنفس الطريقه، يعني تلاقي فيه فايبرز في دايركشن اساسي ثم فايبرز بتقطعها في دايركشنز اخرى، عشان لو جه حصل قطع مثلا لونجيتيودنال ماشي مع الفايبرز اللونجيتيودنال دي فهيكمل بسهوله. يوم ربنا يخلق لنا فايبرز ترانسفيرس بهذا الشكل او راديال بهذا الشكل تمنع البروباجيشن اوف فورس دي، وهكذا. الفايبرز اللي ارينجد لونجيتيودنال بره دي بتدي واتس كولد هوب ستريس افكت، يعني بتحزم المنسكس ما يحصلوش فيليا. ومن هنا لو حصل كومبليت راديال تير، يعني اتقطع المنسكس بعرضه كده كومبليت راديال تير، المنسكس ده فقد وظيفته تماما، اصبح ملوش اي قيمه، كانك عامل كومبليت منسكتومي في الركبه دي. وكلما حافظنا على البريفرال فايبرز دي كلما كان افضل. يبقى ده فكره الهوب ستريس افكت. المنسكس بيشيل حوالي 60 او 50% من اللود اللي بيقع على الركبه وبيتوزع بهذا الشكل. كلما قصيت من المنسكس جزء كلما كان التحميل على الكارتليجنس سيرفيس اكتر، وبالتالي عرضه للاوستيوارثريتس اكتر. ومن هنا لو حصل كومبليت تير او وات از كولد روت تير، روت تير يعني روت تير ده المنسكس سليم بس الليجمنت بتاعه افلست او اتقطع راديال جنبه، في الوقت ده المنسكس بيرحل بره الركبه ويدخل تاني مع كل فليكشن اكستنشن. المنسكس ده اللي فيه تير صغير ده فقد وظيفته تماما، لانه فقد الهوب ستريس افكت ده، انه فقد الحزمه، ان هو محافظ عليه كحزمه واحده. تمام، زي بالظبط حزمه اي حاجه، يعني هوب ستريس ده وصفنا على البراميل اللي متحوطه بحديد بره كده، لو كسرت حديده منهم برميل يفك، او حزمه خاص مثلا
لو فكيت الرابطة بتاعتها هتفك. فهي دي نفس الفكرة بتاع المنسكس، ان هو سهل يحصل له فيلير لو حصل ديسربشن للفايبرز دي كومبليتلي. ومن هنا وظيفته ان هو بيساعد في لود بيرنج، بيوزع الاستريسز. حاجة تانية يعتبر شوك ابزوربنت. حاجة التالتة ويعتبر سكندري ستابلايزر، ودي حاجة مهمة للفهم. سكندري ستابلايزر اجينست الانتيريور ديسبليسمنت، اجينست الروتيشن. بل عندك في منسكو فيمرال ليجمنت بيساعدوا البي سي ال والبوسترو لاترال كورنر في الانترنال روتيشن او اجينست الانترنال روتيشن. الحاجه الاخيره البروبيوسيبشن، هو المنسكس بيحس بس الجزء البريفرال منه فقط، وجوينت لابريكيشن، وبالتالي البلاد سبلاي اللي بيوصل للكارتليجنس سيرفيس، خاصه لان الكارتليجنس سيرفيس تعتبر كذلك افاسكولار، ولكن الاندر سيرفيس بتاعتها تعتبر فاسكولار. اندر سيرفيس اللي هو كوندرال الاوستوكوندرال سيرفيس. طيب بالنسبه للمنسكل تيرز، المنسكل تيرز بتوصف وصف كتير، احنا هنجمعهم كلهم. اولا ممكن يبقى ديجنراتيف او تروماتيك. الديجنراتيف اللي هو الكلاسيك، اللي انك تشوف حد كبير عجوز عنده سيجنال صغيره في المنسكس واتريشن، ده يتقال عليه ديجنراتيف، ويظهر في المنظار بهذا الشكل، يعني جاست اتريشن للفايبرز بتاع المنسكس. حاجه ثانيه ان هو يكون تروماتيك، والتروماتيك ده اللي انت بتحتاج تعمل له بقى عمليات وتعمل ريبير او تقصه او ما الى ذلك. يتقال عليه ستيبل او انستيبل. ستيبل او انستيبل يعني لو عندك تير بيتحرك اكتر من سنتي ده اسمه انستيبل. لو عندك تير واصل السوبيريور ارتيكولار سيرفيس بس، ده يتقال عليه ستيبل، الا اذا كان بيتحرك اكتر من 3 مللي وما الى ذلك. الانستيبل هم الحاجات اللي احنا قلناها وهنوصفها، ودي معظم المنسكال انجرز، منهم زي الشكل اللي قدامنا ده، ان جزء من المنسكس عايم داخل الركبه زي الباكت هاندل وما الى ذلك. طيب ممكن يبقى بارشال او فول ثيكنس. بارشال يعني واصل للسوبيريور ارتيكولار سيرفيس او الانفيريور ارتيكولار سيرفيس فقط. تروماتيك تيرز بهذا الشكل ولها اشكال كتير، منها اول واحد ده اللي هو اسمه لونجيتودينال تير، وده ماشي في نفس الدايركشن بتاع الفايبرز، وكلما كان بريفرال زي ما قلنا كلما ده كان افضل، لان تقدر تعمل له ريبير. ده اللي بعده ده هو لو سبته هيمتد ويبقى مور لونجيتودينال بهذا الشكل، ويتحول الى ديسبليسد باكت هاندل منسكس. وديسبليسد باكت هاندل، باكت هاندل يعني ايد الجردل، يعني الجزء ده هيدسبليس ويبقى محشور جوه الكوندايل في النوتش. عشان كده بنقول دايما في الاكزامينيشن، لو انت عندك باكت هاندل منسكال تير والعيان ده عنده اس ال مثلا، وجيت تعمل اكزامينيشن في الغالب هيطلع نيجاتيف، لان الباكت هاندل ده مثبته تمام، مديله ستابيليتي اجينست الترانسليشن. العيانين الباكت هاندل بيشتكوا من ايه؟ من لوكينج مينلي، ولازم عشان تفك اللوكينج ده لازم تعمل اكسترنال روتيشن سنه انترنال روتيشن. العيان نفسه ممكن يوصف لك هو بانلوك امتى في انهي بوزيشن. بعد كده ممكن يبقى شكله بارود بيك بهذا الشكل، او فلاب او انفيرتد فلاب، يعني الفلاب ده اتقطع ومقلوب، او يبقى ريديال. مشكله الريديال زي ما قلنا هو زي نفس الروت تير، لو هو بارشال كده مش مشكله، انما لو كمل كومبليتلي يبقى اصبح في الوقت ده ايه، منسكس فقد وظيفته، وبالتالي لو هتعمل منسكتومي ممكن تعمل كومبليت منسكتومي للعينين دول، او تعمل بارشال منسكتومي وتريبير الجزء البريفرال منه في الريديال تيرز دول. دي الاشكال المختلفه. ده الباكت هاندل ارثروسكوبك، بتشوفه ديسبليسد جوه النوتش كده، وبالتالي بيدي ستابيليتي للركبه او بيحصل لوكينج فيه، وده شكل الفلاب تير. ولو انفيرتد بيتقلب بهذا الشكل. الحقيقه الانفيرتد فلاب ده حته صغيره قد كده من المنسكس مقلوبه، ولكن من اكتر التيرز اللي ممكن تضر الارتيكولار سيرفيس، لان مع كل فليكشن اكستنشن بتحك فيها فتعور الارتيكولار سيرفيس. وريديال تير اللي هو ماشي ترانسفيرس بهذا الشكل، ممكن يبقى بارشل او كومبليت زي ما وصفنا. والهوريزونتال كليفج ده طيب خالص وابن ناس، يعني ما بيضرش الارتيكولار سيرفيس كتير، بل ممكن العيان يجي لك ما بيشتكيش من حاجه، وفي معظم الاحوال ما نحتاجش عمليات ليه الا اذا حصل بارامينيسكال سيست. يعني احيانا الهوريزونتال تير ده يكمل لحد بوستيرو خالص، فيعمل سيست حواليه كولكشن من الساينوفيال، ما يعملش لوكينج خالص، ده عباره عن ساندوتش تقسم نصين، فانت بتحمل عليه. فلو جزء اتقطع منه، فلابه اتقطعت منه، في الوقت ده بندخل نعمل لها بارشل من السيكتوم، ونشوف الفلابه الثانيه ستيبل نسيبها، مش ستيبل نشيلها، وهكذا. كومبلكس تير هو كومبينيشن ما بين كذا تير من دول، سواء ريديال مع هورزونتال مع فلاب مع اي حاجه بهذا الشكل، يبقى ده الشكل بتاعه. طيب دايجنوزيس بتاع المنسكال انجرز. المنسكال انجرز هو العيان هيجي لك يشتكي من ايه؟ هو المنسكال انجرز بتحصل ازاي؟
تعرض لتويستنج انجرز. تويستنج انجرز يعني رجله لفت في الهواء كده، لا لازم يبقى فيه اكزيال لودنج مع تويستنج انجرز. فما يحصل تويستنج انجرز يوم عاصر الايه الميديال منيسكس او اللاترال منيسكس ما بين الفيمر والتيبيا، فبالتالي يبتدي التير. التير ده في الغالب بيأثر على مين؟ ميديال منيسكس ولا لاترال منيسكس؟ ميديال منيسكس لانه مور فيكسد، اما اللاترال منيسكس بيبقى موبايل. العيان بيجي لك بيشتكي من لوكينج وكاتشنج، واللوكينج ده نادر، لازم يوصل لمرحله ان هو يكون باكيت هاندل او فيرتيكال وطويل جدا عشان يحصل له باكيت هاندل ويبقى ريديوسد تاني، بالاضافه للسويلنج خاصه لو هو بريفرال. هل ممكن العينين دول يحصل فيهم هيمو ارثروزيس؟ يحصل فيهم اكيوت هيمو ارثروز؟ يحصل لو هو ايه بريفرال تير اللي هو الجزء الفاسكولار من المينيسكس. طيب كلينيكال اكزامينشن بتاع العينين دول، ذا موست سنسيتيف ساين هي ايه؟ ميديال جوينت لاين تندرنس او جوينت لاين تندرنس، يعني بتمشي تحس من الانتيرو هون لحد البوستيرو هون، العين يقول لك البوينت دي هي اللي بتوجعك. وفي تيستس اللي هي زي المكموري وقابلي، الفكره بتاعتهم ايه مكموري وقابلي؟ انك بتكمبرس التير ده اكوردنج للديجري اوف فليكشن. الانجري برضو حاصل للانتيرو هورن ولا البادي ولا البوستيرو اكوردنج للديجري اوف تويستنج واكوردنج للديجري اوف فليكشن، يعني هو نازل في انهي بوزيشن. تمام، فممكن يقطع الانتيرو وهو اكستندد، يتني شويه يقطع البادي، يتني شويه يقطع الايه البوستيرو، وهكذا. نفس الحكايه وانت بتعمل التست ده بتعمله في فاريبل ديجريز اوف فليكشن عشان تجرايند اجينست الايه الفيمورال كوندايل، يعني بتحط التير ده اجينست الفيمورال كوندايل وتلف بهذا الشكل سواء مكموري او قبلي. موصوفين انك بتتني الركبه وبتعمل انترنال روتيشن واكسترنال روتيشن سواء ميديال منيسكس او لاترال منيسكس، والقبلي بتعمل بهذا البوزيشن، بتنام العيان برون وتعمل كومبريشن وتلف، كومبريشن وفيرس وتلف عشان الجزء بتاع المنيسكس ده تخليه يبقى انترابد جوه الايه الجوينت او اجينست الفيمورال كوندايل، فالعيان يحس بالبين ده. ده بالنسبه للتستات بتاعته. الانفستيجيشن بنحتاج ايه للعينين دول اللي انت شاك فيهم في منيسكال انجري؟ ام ار اي طبعا بتحدد لك، وبيجي لك التير بهذا الشكل يتوضح في الام ار اي. ارثروسكوبي نادر ان احنا نحتاجه كدياجنوستيك تول، انما احنا بنحتاجه كتريتمنت. طيب الام ار اي كلاسيفيكيشن، الام ار اي هيجي لك تقارير كتير مكتوب فيها جريد 1 منيسكال تير، جريد 2 منيسكال تير، جريد 1 وجريد 2 ده نورمال فاريشن، يعني الطفل اتولد فبدا يحمل على رجليه فحصل انترا منيسكال ديجنريشن. فما يحصل انترا منيسكال ديجنريشن لو ظهر ده جريد 1 يعني فيه سيجنال جوه البادي بتاع المنيسكس بهذا الشكل، انما ما فتحتش سوبيريور ارتيكولار او انفيريور ارتيكولار يبقى ده نورمال. جريد 2 كذلك هي نفس الحكايه ولكن السيجنال دي زادت شويه، تاني ما فتحتش سوبيريور ارتيكولار او انفيريور، الاثنين دول مش محتاجين تدخل جراحي، والاثنين دول لو دخلت بالارثروسكوبي هتلاقي المنيسكس سليم قدامك. اما جريد 3 هو اللي واصل للارتيكولار سيرفيس سواء تحت او فوق او البوز سيرفيسز بهذا الشكل، ودول اللي يعتبروا تيرز، ودول اللي احنا بنعمل لهم ارثروسكوبي. والارثروسكوبي في الوقت ده بنعمل ايه؟ يا بارشال منيسكتومي يا ريبير بهذا الشكل. هل ممكن عيانين من منيسكال تير يمشي كونزرفتيف؟ لو سنه كبير، لو عنده ديجنراتيف تير، لو عنده الاينمنت مختلف، يعني واحد عنده فالجس ديجري وعنده ميديال منيسكال تير وهو ما فيش تحميل عليه، طب انا هعمل له بارشال منيسكتومي ليه الا اذا كان بيحصل له لوكنج او بيزود الانجري مع الوقت. طيب اعمل له ريبير، طبعا بقى فيه الاول انسايد تكنيكس اللي هي المشهوره باسم اسماء الشركات المختلفه، او اوتسايد ان يعني بنبتدي من بره لجوه، او انسايد اوت يعني من جوه لبره، وهكذا في تكنيكس مختلفه للريبير بهذا الشكل. واخر تريتمنت هو البارشال منيسكتومي، والفاست ماجوريتي من التيرز بنعمل لها بارشال منيسكتومي. حوالي الريبيرابل تيرز بيبقوا حوالي 10% او حاجه زي كده من الحالات.